يعني في حدود معلوماتنا أنه لا يمنع من الترشح يعني من يدان في هذه القضايا، ولكن أيضا يعني هل يمتد الأمر أيضا في حال فوزه أن يكون قابعا في السجن أو معرض للمحاكمة وهو رئيس، يعني هذا في حال سيناريو أن فاز بهذه الانتخابات؟ الآن يعني سيدتي الفاضلة، هذه المحاكمات يروج الرئيس ترامب أنها محاكمات مسيسة، والرغبة منها هي عرقلة تقدمي في الانتخابات ومنعي من الوصول إلى البيت الأبيض، وبالتالي هناك جانب سياسي يروجه الرئيس ترامب بشكل كبير ويجد أذانا صاغية لدى الجمهوريين بشكل خاص. المشكلة كمان ما أظهرته استطلاعات الرأي اليوم لشبكة CNN التي تظهر أن حوالي ما يقرب من 7 أمريكيين من كل 10 أمريكيين يعتقدون بالفعل أنه حدث تزوير في انتخابات 2020، وهو ما يروجه الرئيس ترامب ويجد أذانا صاغية. من ناحية ثانية، قدرة المحامين في فريق الرئيس ترامب، في الفريق الدفاع عن الرئيس ترامب، عن يعني القيام بمناورات قضائية واستغلال الثغرات في القوانين الأمريكية ومحاولة ممارسة ألعاب قانونية تمكن الرئيس ترامب من النفاذ أو الخروج من هذه الملاحقات، هي السيناريو قائم، خاصة أن فريق الرئيس ترامب صباح اليوم ومساء أمس طالب بنقل المحاكمة من المحكمة في العاصمة واشنطن إلى ولاية ويست فيرجينيا، متهما الأجواء العامة في العاصمة واشنطن بأنها مناهضة للرئيس ترامب. أيضا في أوراق القضية يحاول محامو الرئيس ترامب الادعاء أن ما صدر من تصريحات للرئيس ترامب وهو يقول لأنصاره قاتلوا مثل الجحيم fight like hell، وهي ما يعني الأدلة التي تركز عليها وزارة العدل أنه حشد أنصاره للهجوم على مبنى الكابيتول، يقول محامو الرئيس ترامب أنها حرية التعبير المكفولة وفق التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبالتالي هناك مناورات قضائية يمكن المضي بها. وحتى بافتراض إدانة الرئيس ترامب فإنه سيكون بالتالي إذا فاز، يعني السيناريوهات المحتملة أن يدان، أن يفوز في الانتخابات وبالتالي لديه القدرة بالعفو عن نفسه. إذا سيناريو آخر، إذا فاز أي مرشح آخر من المرشحين الجمهوريين، وهذا إلى الآن أمر لا يبدو مرجحا بشكل كبير، فسيمارس الحزب الجمهوري ضغوطا شديدة على هذا المرشح لإصدار عفو عن الرئيس ترامب، لكن حظوظ الرئيس ترامب إلى الآن ما زالت مرتفعة.